استوديو في جدة، البوب اب مفتوح لكل احد، مو لازم تكونوا حاليا مشتركين في فاس عشان تحضروا كلاساتي. والبوب اب حيكون عباره عن ايش؟ حيكون عباره عن كلاساتي اليوغا المفضله اللي هي سواري وورير، عباره عن يوغا ورياضه مع بعض. ما راح يعجبكم الكلاس، مفتوح لكل المستويات، مو لازم تكونوا محترفين في اليوغا، تقدروا حتى تكونوا مبتدئين في اليوغا. والبوب اب حيبدا يوم مارس 12. مرة متحمسة أشوفكم ومتحمسة أقابل وجوه جديدة. أشوفكم على خير. نمستي.